البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بغيت نشارك معكم الكتف ديال الغنمي، قسمتها على هكا على جوج. غادي نشرملها. غنحتاجو في المقادير كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلدية وزيت الرومية نص نص، والمعكنوس والثومة، ثلاثة ديال الفصوصة ديال الثومة هكا مقطعين، والعطرية، شوية ديال الكمون، شوية ديال الزنجبير، شوية ديال الطحميرة، شوية ديال الملحة والخرقوم، وشوية ديال القرفة. وغنحتاجو ضمة ديال الكنور، ولكن ما نحتاجوهاش دابا، اللي هنقصت الملحة غنحتاجها حتى الغدا، حيت هاد الكتف غيبات في الشرمولة حتى الغد، ليه عاد غنطيبوه وعاد غنزيدو ضمة كنور. غنبداو على بركة الله. بسم الله. غناخد هكا واحد البانيو صغير، غندير فيه الزيت، غندير فيه الثومة، غندير المعكنوس، غندير العطرية ديالي كاملة، وغنبقى نخلط جميع المكونات. بسم الله. غنبدا نشرمل بهذه الطريقة، نحاول كامل ندخل فيه هاد الشرمولة. غناخد النص الثاني، غنشرملو حتى هو بهذه الطريقة. تقدروا ديروا حتى البقري، داكشي اللي متوفر عندكم ديروه. نحاول نشرمل مزيان باش تدخل الشرمولة في اللحم الداخل. راه ديك زيت البلدية كتنسم، كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف لهاد الأطباق البلدية. ضروري خصنا نديرو زيت العود، زيت الزيتون. بعدي البنات ما شرملت الضلعة ديالي، غندير عليها السلوفان وغنخليها تبات ليلة كاملة في الثلاجة، عاد غادي نطيبو فيها. وكما كتشوفو من بعد ما دازت الليلة، ليلة كاملة، والكتف ديالي في الشرمولة كنت دايره في الثلاجة باش يتشرب كاع ديك الخليط، ديك العطرية وديك القزبر وديك معكنوس والثومة. دابا راه درت طنجرة فيها الماء، فيها الماء عادي، وعندي هنايا البصلة، تقريبا كيلو ديال البصلة مقطعة، والبصلة دائما على حساب كمية ديال اللحم اللي عندكم. بسم الله على بركة الله. غناخد الكتف ديالي نديرو في الطنجرة على هاد الطريقة. نزيد عليه البصلة، من بعد درت البصلة ديالي على اللحم. كل ما درنا شوية ديال البصلة بالزيت معليش كتعطي، كتبنن هي وكتعطي الحلاوة. غندير هاد الشرمونة اللي بقات لي هنايا في
درت شويه ديال الماء هنايا باش كاع الشرموله تحيد لي. ودابا غناخد هاد الطنجره نديرها فوق النار. درنا الطاجين على العافيه، غنديروا دائما العافيه متوسطه، ما مجهدش بزاف ما ناقصاش بزاف. دابا منين بدات الكتف كطيب شي شويه، دخلها شي شويه ديال الطياب. دابا غنزيد ضامط البنه ديال الكنور ديال الغنمي. وفي هاد المرحله تقدروا تزيدوا يا البنات السمن اللي كيعجبها السمن، انا ما متوفرش عندي. غادي نرافق اللحم بالخضره، عندي لاريكو خيزو والبطاطا غنفورهم. غنحيد الكتف من الطاجين، غنستقطرو شي شويه من المرقه كما كتشوفوا. وهاد الطغميره هادي غنديروها فوق النار حتى تعقد مزيان، تشرب كاع المرق اللي فيها وعاد نطفيو عليها. وهنايا راه غندير الخضره اللي عندي باش تبخر في الكوكوت، باش غادي نرافقها مع البلا ديالي. وعندي حتى البربره كانت كطيب لي في، غنطيبها في الماء. دابا غنقطع الباربا قطع صغارين اللي سلقتها ديجا في الماء والملحه. وهنا سخنت الزيت نحمر فيها اللحم اللي عندي، غير شي شويه ماشي بزاف، ياخد غير داك اللون، ونطفي عليه حيت ديجا راه طايب. دابا كنقطع اللوبيا ديالي الخضره، كنقطعها كطريفات صغارين. وهنايا غادي نصايب لاصوص اللي غنشرمل بها الخضره ديالي. درت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، راس معلقه وعصير حامضه، والمعكنوس هكا مقطع طريفات صغارين. وغنحتاجو كذلك زيت المائدة. هنايا غندير البطاطا وغندير من فوق منها لاصوص، غنبقى نشرمل بنفس الطريقه كاع الخضره اللي عندي. كل نوع غنديرو بوحدو باش تبقى محافظه على اللون ديالها وما تضيعليش مع بعضياتها.
بعد ما تحمر لي اللحم وكل شيء وجد، دابا غندير في التبصيل التقديم كما كتشوفوا، غندير اللحم في الوسط وغندور عليه الخضره ديالي كامله. كما كتشوفوا راه تقدمت الطبق ديالي على هذا الشكل، درت عليه ديك الدغميره مع السله كتجي رائعه، وزوقتها كبليكير دون فيهم الزيتون والفرماج والبرقوق هكا مع السل، طالقه واحد الريحه زوينه ما شهيتكم فيها. كنتمنى تجربوها، راه سهله ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ما فيهاش تعقيدات بزاف. بالنسبة هكا للمبتدئات راه غتصدق ليهم من اول تجربة. من بعد ما كلينا درت هاد الديسير فلان بالكراميل، وهنا وصلنا لنهاية ديال الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو عندي في القناة باش توصلوا باجدد الوصفات، وتفعلوا الجرس وتخليوا لي التعليق ديالكم لتحت اللي كتفرحني وكتشجعني وكتخليني نزيد بزاف القدام. شكرا لكم.